في كل عام تشكل ارتفاع مناسيب نهر الدندر هاجسا يورق المواطنين بولاية سنار، خاصة محلية الدندر التي تقع شرقي الولاية. هذا العام بدأت المناسيب تتأرجح بين الفينة والأخرى. لم يهدأ بال المسؤولين بمحلية الدندر طيلة الأيام الفائتة، فهم يراقبون ارتفاع المناسيب عن كثب. النهر كعادته بدأ في الخروج عن مجراه الطبيعي مسببا تلفا بالغا في المساحات الزراعية. بجانب تهديدات نهر الدندر للمواطنين، شكلت الأمطار الغزيرة خطورة أخرى على عدد من الأحياء السكنية بمحلية الدندر، وحاصرت المياه المنازل مما أجبر عدد من السكان إلى هجر منازلهم حرصا على الأرواح. تقول الحاجة ست النساء الحسن إنها لم تتذوق طعم النوم لأكثر من 10 أيام بعد أن دخلت المياه إلى منزلها. جاتنا جات حملة شديدة بس شو كبت فينا والله. جاء هلاوة الجيران وكلهم جون عشان مرقونا من كبد الموية، متيسرين، والبيت ده سيده ومتوفي وطبعا زول عندنا ما في، الولد الصغير قاصر ما في زول، بس الجيران عشان جون مرقوا العفش ومرقوا عشان ردمونا الحتة دي عشان مرقنا على الجيران عسى. طبعا زل عسى بعيننا ما في، زل عندنا بيجيب لنا حاجة ما في من الخلا إلا بس مع أخواننا دول جنبهم قاعدين. بس المويه دي سيرت معانا شديد خلاص، مع البعوض ومع الفيضان ديل وما خلالنا حاجة نمرق، نجيب حاجة من الخلا وحاجة نسويها. طبعا وطا كلها زرت معانا. المويه دي عندنا ليلة عندنا 20 يوم من هنا، 20 يوم المويه دي جات حملت، عشان تاني من أجل حملت هنا حوطنا البيت ده 10 يوم عشان المويه دي قبت فينا. طبعا الله يسرت معانا أسر شديد خلاص، مع البعوض ومع الزباب ومع أي شيء، الله يضررنا ضرر شديد خلاص. ربنا يديكم العافية والصحة، يسلم. والحبان ما قصر، وقفوا معانا وضاير والعفش ومرقوه، وبس بقينا عسى مرقنا على الجيران برا، مرقنا عسى قاعدين نمش مرقين برا والله. لكن تعبنا تعب شديد خلا، تستنى أسر شديد خلا، عسى جدا دردي هذا الحاصل علينا، وربنا يديكم العافية. دول العيال عسى الله مرقناهم برا، لا بس ربنا يديك العافية والصحة، شكرا لكم. لكن والله متأثرين والله، زول عسى قدم لنا جيب لنا حاجة ما في دار، بس حاجة نمرق برا منا، حاجة نمرق عشان يبنوا لنا حاجة ويطلعونا من الحتة دي، تاني ما بنقعد فيها كد عليها، لكن بس يشوفونا أي طريقة تمرقونا من المكان دي. ربنا يديكم العافية، ربنا يديكم الصحة. المويه دي والله كسرت علينا كسرة شديدة خلا، وقفت في حد البيوت، إلا بس ربنا لطف ما كسرت، إلا بس مع الحد، وتعبوا تعب شديد خلاص، ناسنا يردموا والله الليل والنهار ما بيرقدوا، بس نقول يا الله تستر يا الله تستر. ومويه حملة ثقيلة والله، لكن بس الحمد لله شالت بيوتنا 3 بيوت دي محلة واحدة، لما تحوت حوية ردموا وقفت، لكن بس مع حد البيوت مويه ثقيلة. معظم الأسر هنا في حي الصيد بمحلية الدندر تأثرت من مياه الأمطار والخيران والسيول. يبدو أن أجزاء واسعة من الحي لا تصلح للسكن، فهي تقع في منطقة منخفضة، لذا يطالب السكان بضرورة تعويضهم في أماكن لا تصل إليها المياه. علي الصديق شاب أعيته المياه الراكدة التي تحيط بمنزله، تحدثنا إليه ولم تكن له مطالب غير السكن الصحي الذي يليق بأسرته، فهو يناشد المسؤولين والخيرين بمساعدته في إيجاد سكن بديل. أهم حاجة إننا حصل بعد ما حصل الموية خربت فيها حاجة زي ما بقول أنتوا شايفين، لكن إحنا عايزين السد برضو بعد ما الموية ترجع مباشرة الناس يشتغلونها في السد طوالي. وبرضو أنا لو كان عندي إمكانية إنه أرض سكنية أقدر أنا أستطيع أخذها برا كنت أخذتها وأنا سكنتها، يعني ما قبل أن حس بالوضع اللي أنا قابل فيه، لكن جسمتي والله كشوفة. طبعا يعني ما المواد خشت الحمد لله، يوم محمد الله بخير دي وكلها الجيران اللي ورانا ديل مرقنا عليهم، أخذنا فترتنا إن إحنا عايزيننا معهم نحمد الله قاعدين في أمان الله،
لكن في البيت ما قاعدين زي ما بقول انتوا طبعا شايفين دي كلها. عشرات القرى مهددة بالانهيار هنا في محلية الدندر بسبب فيضان النهر، بل دخل النهر فعليا بعض القرى ولم يعد بالإمكان الوصول إليها لانقطاع الطريق. سنويا يقوم نهر الدندر بفصل أعداد كبيرة من القرى عندما تجتاح مياهه الطريق الرئيس عند منطقة خور ود الحسن. تظهر معاناة المواطنين جلية عند عبور هذه المساحة التي تبلغ أكثر من 2 كيلومتر، يستقل فيها المواطنون القوارب للوصول إلى الجانب الآخر حتى يتمكنوا من الوصول إلى قراهم. دايرين العلاجات ودايرين الكوبري العلاجات، أولا قطعتنا الكور، قطعنا أكل بلداتنا وأكل الوطا كلها بشتنبه. نحن مضطربين ضرر كثير من السد، باعوض تعب شديد، نسوان بيجن بعملية الوين نشيل نشيلان بالسكر، شغال السكر اللي نحن نروح له ترحيل ب3000 للحلة، تعبانين تعب مبالغة، تعب وجوع وعطش والسد. نحن المهم دائرين السد، يصلح لنا السد، يعملوا لنا كوبري زي الناس، يعملوا لنا ردمية زي الناس، نحن مع أي حاجة نحن معهم، معبانين حالنا زي الزفت. نحن الواحد من هنا اللي أهلنا الواحد يركب له ب7000 جنيه اللي بيركب بيها الليلة، تعبانين نحن دائرين الغاسة، دائرين السد، يعملوا لنا السد ونكون معاكم في عيشة طيبة إن شاء الله. هذه الأوضاع الصعبة جمعتنا بأسرة المواطن يوسف أحمد، فهو عانى صعوبات بالغة لإيصال زوجته إلى المستشفى وبرفقته القابلة التي كانت تتابع مع زوجته. أديت الثلاثة يوم حتى رجع حاليا، جيت ثاني بمواصلات الدندر حتى خور ود الحسن، جيت السبت كسر ركبت ثاني لاسيكة تحتها، جينا من الساعة 10 حسلي حصلت الساعة 12، يلا بمواصلة خور ود الحسن قطعت بيلانسي حسنا ماشي حاليا دبركي وتعبانة شديد لحد الآن، ولقيت مواصلات أنا وشايفة دبركي مدارينها منكم تكون شنو الشارع كويس وتساعدونا مساعدة كويسة لحد نحايش حالاتنا دي لحد الدندي، من الدندي لحد العذابة بس حالات دارين الشارع يكون كويس تساعدونا كويس. المرأة دي في حالة وضوع بكرية من الساعة 12 لحد الدقاق الساعة 10 بالليل، الساعة 12 الظهر لحد الدقاق الساعة 10 بالليل باللانشي الراكب 10000، ركبنا انها 5-4 دنفار ب40000، واتحركنا بكرة الصباح في الدقاق، جينا الدندر الساعة 10 صباحا، عدونا العملية عسل، عدينا الثلاثة يوم جينا مارقين، جينا خور ود الحسن كاسر السد، تعبانين تعب شديد خلاص. الطريق مقطوع لأكثر من 10 أيام، والوصول إلى المؤسسات العلاجية بات أكثر صعوبة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تحيط بالمواطنين هنا في منطقة خور ود الحسن. أما أصحاب المركبات التي تعمل في نقل المواطنين والبضائع بين مدينة الدندر والقرى المجاورة لها يعانون كثيرا من كساد العمل، فهم يقولون إن سدا تم تشييده على الطريق الرئيس يتسبب سنويا في هذه المعاناة. انقطاع الطريق أوجد سوقا صغيرا أصبح ملاذا آمنا للمواطنين وأصحاب المركبات، معظمهم يتكدسون في هذه السوق. محلية الدندر تبذل جهودا كبيرة في إصلاح المساحات التي تسبب نهر الدندر في انقطاعها على طول الطريق الرابط بين شرقي المدينة وغربها، فانقطاع الطريق هنا في خور ود الحسن مغدور عليه، ولكنه على طول الطريق يشكل معاناة أكبر عند قرى منتجة وتكتظ بالسكان، لن نتمكن أيضا من الوصول إليها. تكرر الشيء اللي حصل السنة دي هو خف غدرا من العوام المضت، يعني زمان الجناح بيكسر، فالجناح بيكسر في فترة لما نحن نبدأ فيه يعني بيكون فيه مجهود كبير، لكن فترة بتاعت 30 يوم يمكن الناس بتشتغلها في مدى بتاع 6 أمتار ما بتقدر تكفل الكسر بتاع الجناح، لكن السنة دي بالنسبة لنا يعني يمكن يكون خف غدرا في موضوع الهدام،
والظاهر انه الانجراح بتاع الهدام كان كثير، يعني يمكن الجناح ده كان عرضه اكثر من 7 متر، تقريبا 7.5 متر. كنا مجتهدين في التوسعه، لكن لظروف الوضع الحالي واعطال في الولايات وتوسع المناطق في الفيضان في منطقه سنجا وسوكي وغرب سنار، الاليات كانت موزعه، الضغط كان كثير. لكن الان بالنسبه لنا نحن يعني يمكن الامور شويه كده مطمنه والشغل شويه كده مطمن. نعمل في تعليه جسر بحيره ود الحسن زهال 5 ايام الفتره الثانيه. الفتره الاولى اشتغلنا 7 ايام، عرضنا الجسر بتاع البحيره ده حوالي 7 متر، كان بودي العربيتين ماشي وجاي، لكن في الوقت ذاك الخور ما كان نزل ولا نهر الدندر زاد، فالاخوه في وزاره الشؤون الهندسيه سحبوا هنا في البنى التحتيه، سحبوا من الاليات بحجه انه ما في خطوره، اما الخطوره جات بعد ما هم سحبوا الاليات. فنحن هسه بدينا في ال5 ايام دي ثاني بدينا نعرض من جديد، لانه المويه ارتفعت وبدت تعمل هدام. نحن ايامنا الاولى اللي كنا شغالين فيها ما كان في هدام اطلاقا، هسه الهدام كان بيجري في متر كامل بقصه سيف، فالشارع بقى خطر على المواطنين، يعني مع انه الشارع المسار الوحيد المؤدي الى جنوب الدندر، كل المزارعين والكثافة السكانية تسكن شرق الدندر، والمسار بتاعهم عبر جسر البحيرة. فالآن إن شاء الله نحن في خلال يومين ممكن نخلص من تعلية الجسر وتعريضه، وبعد ذلك نمشي فيما بعد نمشي للقطعة اللي حصلت بعد كوبري ود الحسن الرئيسي. موية الخور مع موية البحر تلاقت وعملت انجراف وحفرت مصرف، فده في خلال يوم أو اليوم الثاني إن شاء الله نردمه والناس تمشي تمر عادي، إن شاء الله ما يكون في مشكلة والناس تخلص يعني من البعبع. عمل لنا سدين دردات سنوية مشكلة، يعني الناس تجي تقيل في الحر وتصرف هنا، وحتى الولاية ذات عاملها مشكلة في صرف السنوي بدون هنا. فأنا بقترح أنه الحل الجسري بعد تعلية الجسر البحيرة يتجلد بالحجر، يتجلد بالحجر على طول الاثنين كيلو دي ولا كيلو ونص، يتجلد بالحجر ويتردم فوق بتربة محسنة وخرسانة حمراء، حتى لو مسفلت خرسانة حمراء بتثبت، ما بتسبب انجراف ولا بتسبب وحل للعربات أثناء هنا. أما دي تربة طينية أثناء المطر ممكن يوم المطر زول يقدر يمر، ما في ممكن ينزلق ممكن يقع ممكن هنا وممكن يشويها الردمية ذاتها يحفرها، فده الخايفين منه. يعني يتسبب فيضان نهر الدندر في خروج مساحات زراعية واسعة عن دائرة الإنتاج، وشكى مزارعون عن حجم التلف الذي لحق بالمحاصيل مطالبين بضرورة تعويضهم عن الخسائر. أول حاجة بالنسبة لخور ود الحسن جنب قرى كثيرة غمرت بالمياه تماما وغمرت الزراعة تماما، ذرة وسمسم ودخن وما خلى حي زراعة بستانية، ما خلى أي شيء في من الزراعة البستانية. الطماطم طالع السوق وغمرت تماما، الذرة في الحملة والدخن يعني جاب القندول بتاعه غمر تماما، والسمسم راس يعني ذراعه ذراعين غمر تماما. ده بالنسبة لخور ود الحسن، الناس كان يعني متبشرين جدا بأنه السنة هم كويسين 100%، لكن ظروف الفيضان يعني في النهاية رجعوا للصفر بيقوا كوسوا. يعني نطلب من الجهات المختصة الإعانة، الجهات المختصة والمنظمات الداخلية والخارجية الإعانة، والدفاع المدني كلهم يعينوا محلية الدندر، يعينوا الدندر بصفة خاصة الناس المتضررين عن نهر الدندر، وجزاكم الله ألف خير. الأضرار التي خلفها فيضان نهر الدندر تنتظر آذان صاغية لجبر الضرر وعودة الحياة إلى طبيعتها.